بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 99 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله عن علامات الإيمان ومقتضياته فيقول: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله آية المنافق، وقوله آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من كان محبا لله ورسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة على الإيمان في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا، لم يكن معه إيمان أصلا. وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفى عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. كذلك قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلا بد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. كذلك قوله تعالى: حبب إلي حب، وكذلك قوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكذلك قوله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه، لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان. ودخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب إليهم ذلك وزينه في قلوبهم لقوله: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم.
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. يقول الشيخ رحمه الله: قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إلا وأنه لا ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما يقصد لنفسه وإما يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته إلى إرادة وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح، وإذا كان أصل مقصوده عبادة الله وإذا كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، وللكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره، والكافر لم يشكر النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك، والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.